سادة المشاهدين كمان نشوف معانا زوم إبراهيم هلهول، ده طبعا مدرب بالاتحاد الإنجليزي وعايش في إنجلترا، نتكلم معاه عبر زوم من إنجلترا. إبراهيم مساء الخير كابتن إبراهيم. مساء الفل يا كابتن هاني، تحياتي ليك وتحياتي لأسرة البرنامج وتحياتي للسادة المشاهدين وتحياتي لمصر كلها وتحياتي لضيفك الكريم. والنهارده يعني يوم تاريخي، أنا فرحان جدا بزيارة الكابتن محمود القطيب، حاجة مفرحانا كمصريين في العالم كله. ده زيارة تاريخية، زيارة تاريخية، حاجة جميلة جدا، حاجة احنا فرحانين مش قادر، يعني الفرحة كبيرة جدا، حاجة جميلة، يعني احنا دلوقتي ماشيين صح. ده حقيقي، انا بتفق معاك تماما ان خطوة، ويمكن خطوة اتأخرت شوية لكن جت في الوقت يعني السليم، لان احنا الحقيقة محتاجين ان احنا نصحح حاجات كتير جدا جدا على مستوى الرياضة المصرية. كابتن إبراهيم، كنا بنتكلم أنا وضيفي كابتن أحمد على محمد صلاح، العودة من الإصابة بشكل أكتر من رائع. بنتكلم كمان على جزئية هل سينتقل محمد صلاح، أو محمد صلاح بلغ إدارة ليفربول إن ده هيكون الموسم النهائي بالنسبة له، إن هو هيتجه إلى يعني فريق آخر أو دوري آخر. هل في بعض الكلام عن هذه الجزئية عندكم في إنجلترا أو من خلال الصحف الإنجليزية؟ خلينا كابتن هاني اقول لحضرتك، النهارده الدوري الانجليزي بيحتفي بعوده محمد صلاح، بيحتفي بيه، بقول لك ايجيبشن كينج از باك، ايجيبشن كينج از باك. محمد صلاح ما شاء الله حاجه جميله جدا. طبعا انا بس يعني عايز اقول كده ان هو رجوعه كان فرحه كبيره جدا لكل المصريين وكل العرب وكل جماهير ليفربول يا كابتن هاني. اكيد محمد صلاح النهارده، محمد صلاح النهارده من اكثر اللعيبه في الدوري عاملين اسيست وبينافس مع هالاند 19 هدف ما شاء الله، كل الاهداف اللي احرزها السنه دي يعني 15 بلس. طبعا النهارده نادي ليفربول بيقول لك هناك لاعبين جيدين ولاعبين ممتازين، ولكن هناك محمد صلاح. محمد صلاح طبعا الرومز اللي احنا شايفينها من جريده ميرز مش مريحانا وسايبانا في حالنا، كل شويه طلع يقول لك صلاح هيمشي. لا، انا بقول لحضرتك صلاح مستمر، صلاح مستقر، صلاح فرحان ان هو وصل لكل الارقام وكل المراكز اللي عملها ما شاء الله، والجوائز اللي عملها في البريمير ليج وفي مع ليفربول. النهارده صلاح وصل لاعلى يعني نضج كروي واحترافي، 31 سنه كابتن هاني، ده بدايه النضج عندنا في الكره الانجليزيه. النهارده عندنا الملاعب، عندنا السيستم، عندنا جماهير، عندنا الاحتراف، عندنا الحلاوه والجمال والطعم في الكره الانجليزيه. انا مش هسيب كل ده كابتن، ان انا عملت قاعده وبنيت قاعده وهسيب القاعده دي وامشي، امشي عشان فلوس. لا، محمد صلاح خدها مني بالضمان الانجليزي، قاعد مستقر. محمد صلاح اخذ الجنسيه الانجليزيه، مستقر هو وزوجته واولاده، قاعد ايجيبشن كينج. النهارده شوف ماتش برينفورد لما نزل الجماهير بتغني ازاي قبل وبعد الماتش. انا النهارده اروح ادور على بدايه جديده ولغه جديده، وانت حضرتك طبعا راجل محترف. كابتن ابراهيم خليني طبعا انا بايدك في كل كلمه قلتها، ان في يعني طبعا محمد صلاح بقى اسطوره ليفربول واسطوره البريمير ليج، ولكن يبقى كمان الاختيارات في نهايه الموسم قد تكون لي اختلاف في الرأي، قد يكون أيضا تواجد محمد صلاح واستكماله مسيرته في إنجلترا وارد. لكن خلينا نتكلم أنا وأنت على البريمير ليج نفسه وتعثر السيتي، مع تفوق دلوقتي ليفربول، مع عودة قوية جدا للأرسنال، مع كمان عودة خلال الفترات أو الأسابيع الأخيرة للمانشستر يونايتد كمان بيعود بنتائج وأستون فيلا وتوتنهام يعني برايتون. شايف إزاي البريمير ليج السنة دي، ومين من وجهة نظرك هيحسم سباق الصدارة في البريمير ليج؟ كابتن هاني، الدوري الانجليزي طبعا احنا عندنا ساتردي دوت يوم كلنا قاعدين مستنيين الماتشات بتاعت الدوري الانجليزي والبريمير ليج. ليفربول يعني 57 نقطة، ارسنال 55، سيتي 53، واستون فيلا وتوتنهام ومان يونايتد وارسنال. ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوة والطعامة دي؟ دوري انت مش عارف مين هيكسب، مين هيتعادل. النهارده مان سيتي بيتعثر مع تشيلسي، ليفربول بيكسب في لندن في معقل برانفورد، ماتش قوي جدا، جماهير استون فيلا داخله، توتنهام بتحاول، السيتي، الارسنال ما اعتقدش هيقدر يحصل ليفربول نقطتين. ولكن النهارده من وجهه نظري انا شايف ان ليفربول
هم اللي هياخدوا الدوري ان شاء الله السنه دي، ماشيين عايزين قبل ما الراجل يمشي يورجن كلوب ان هم يبتدي يعملوا معاه يعني يسيبوا ذكرى حلوه. فاللعيبه انا شفتهم ده على المستوى الشخصي، كنت موجود معاهم في ماتش نيوكاسل وشفت عن قرب، كنت موجود في الفندق، كنت موجود شايف اللعيبه والاحترام والجمال والشياكه مع مين، مع يورجن كلوب بيتعامل معاهم كابتن هاني ان هو اخوهم، بيتعامل بيقولوا له بيندهوا له من الحاجات الايجابيه طبعا تعامل يورجن كلوب على المستوى الشخصي والنفسي اللاعبين، ده شيء مهم جدا. طيب خليني اسالك سؤال عن خليفه يورجن كلوب في ليفربول. هل هناك بعض الاسماء في الصحف الانجليزيه او على الجماهير تفضل، كان في اسم طرح طبعا المدرب الكبير تشابي الونسو، هل في بعض الاسماء الاخرى غير تشابي الونسو؟ هو اكتر واحد دلوقتي مترشح تشابي الونسو، يعني عايز النهارده 42 سنه، راجل جاي من 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 الباك جراوند، نفس الباك جراوند بتاع يورجن كلوب. هم برضو اذكياء ملاك ليفربول، بيدوروا برضو على المدرب اللي هو صغير راجل نشيط بالظبط كده، راجل عنده يعني منظومه وعنده يعني هيستوري وعنده سي في قوي. تتكلم على ليفربول يا كابتن، ليفربول من اقوى انديه العالم حاليا، النهارده الناس دي بتفكر صح، الناس دي عندها منظومه. ملاك ليفربول، ملاك ليفربول بيدوروا على المدرب اللي هو هيحل مكان يورجن كلوب. يورجن كلوب طبعا هو اختار الوقت 6-7 سنين، خلاص انا النهارده خلاص عايز اتمتع سنه كده مع اولادي واخد كده يعني 1 يير جاب كده طبعا، عشان النهارده انا شايف ان هو قريب جدا هيمسك منتخب المانيا كابتن هاني. طبعا بيستحق، الراجل حقق طموحات وحقق يعني بطولات كبيره جدا مع ليفربول، مدرب انا على المستوى الشخصي انا بحبه، قابلته اكتر من مره. انا بقى طبعا يعني كذا يعني ما بيبقى موجود هنا عندنا في النورث ايست او في نيوكاسل، انا بروح وبقابلهم بشوف بتعلم منهم يا كابتن هاني. انا كمدرب في الاتحاد الانجليزي بروح وبقرب عشان اتعلم اللعيبه بتتعامل ازاي مع صلاح، المدرب بيتعامل ازاي مع اللعيبه، الفرقه ككل بيبقوا موجودين ازاي، قاعدين مع بعض، ايه البلان اللي بتحط، بقرب عشان اخد خبرات. ولكن احنا كلنا كجماهير سواء في مصر او في الوطن العربي بنحب ليفربول عشان محمد صلاح، بنحب ليفربول عشان يورجن كلوب. ده حقيقي كابتن ابراهيم، بنتمنى لك التوفيق، كان يعني وبنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا كابتن ابراهيم هلهول مدرب بالاتحاد الانجليزي، شكرا جزيلا.